يعني حقيقة، والكل الآن يسمعك في هذا الجمع الطيب الكريم. معنا يا جماعة اللي هو الأستاذ محمد الخطيب، هو عبارة عن مبرمج إحصائي مستقل ومستشار إحصائي، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا وكذلك الماجستير في نفس المجال في البرمجة الإحصائية التطبيقية، والدبلوم من استراليا، وهو عبارة عن خبير الاستشارات الإحصائية والبرمجة الإحصائية وتحليل البيانات للعديد أو المئات من الدراسات الطبية الحيوية وعلوم الحياة التي تم نشرها في مجلات عالمية علمية محكمة وذات تأثير، يعني معامل التأثير عالي جدا، يعني مجلات مرموقة وله اهتمامات، ومن اهتماماته الرئيسية كإحصائية وبائيات المناخ وآثاره المدنية والزراعية والاستدامة. سيحدثنا أخينا محمد الخطيب عن التنبؤات الجوية طويلة المدى وفائدتها في إدارة المناح الوأرض. شاكرا لك أخي محمد، إذا ما التزمنا قدر المستطاع لأنه صار عن إزاحة في أو تأخر في الوقت، فنغد شاكرين لكم ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تساعدنا وتساعد الجمع الطيب الكريم في الاختصار، ولكن ما استطعت إلى ذلك سبيلا أخي الحبيب فلتتفضل، مشكورا وأهلا وسهلا بك. بارك الله فيك دكتور، أسعد الله كل أوقاتكم، ومقدما شكرا للدكتور محمد الجامع العلوم ونقابة النحالين والزملاء في نقابة المهندسين لتسهيل وإعطاء الفرصة لتقديم خبرتي في مجال التوقعات الجوية بعيدة المدى. باختصار شديد وراح أقدم مقدمة سريعة وراح أعتمد على الصور وشرحها بغرض نقل الخبرة بدون ما أفوت في تفاصيل كلامية أو نصية عن الموضوع، لأنه الموضوع شائك. موضوع الطقس زي ما بنعرفه كلياتنا موضوع intertwined متشابك، interarched مرتبط في بعضه. حجم البيانات اللي بنشوفها زي ما قدم المهندسات قبلي، حجم البيانات هائل جدا لا يمكن حصره والحصول عليه بسهولة، متنوع متناثر في عدة مؤسسات علمية ومراكز بحثية عالمية، لكن رغم الكومبلكسيتي تبعته ممكن للإحصائي وللباحث إنه يلخص المعايير المناخية أو البارامترات بتتعلق بالطقس على شكل إندكس صغيرة مختصرة بتسهل عملية البريدكشن. فاللي بحاول أقدمه اللي هو إنه لا نقدر نتوقع الطقس أو نتوقع أي ظاهرة معينة شو ما كانت الظاهرة، لابد نفهمها أول، ولا نقدر نفهمها لابد ان نقيسها ونحللها نمريكلي ونحللها احصائيا لنوصل لنوع من الانطباع والفهم عنها، لا نقدر نعمل بريدكشنز تكون دقيقه. عدا ذلك بتكون اغلب التوقعات اللي بنعملها واللي بنشوفها بالرياليتي احنا حاليا في السوشيال ميديا وغيرها من المصادر للنشرات بتعاني من قصور او محدوديه في دقتها لشرح الطقس او توقع الطقس. يوجد فرق بشكل عام ما بين الطقس والمناخ باختصار شديد من دون ما افوت في تفاصيله. الطقس هو حالة الطقس لثلاث ايام لحد اسبوعين، والمناخ هو معدل حالة الطقس لمدة شهر لقدام او لشهرين او لثلاثة اشهر متقدمة. فالفرق ما بين الطقس والمناخ شاسع، هو اوبريشنال وبالديفينيشن بيختلف عن بعض، ولا بد ان نميز بيناتهم. أنواع النشرات، يوجد نشرات يومية زي اللي بنشوفها بالسوشيال ميديا تغطي ثلاث ساعات ليوم لثلاث أيام، يوجد نشرات أسبوعية، ويوجد نشرات ممتدة تمتد ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر. وأغلب النشرات البعيدة المدى بتعاني من ضعف في دقتها في توقع الطقس حتى من مسافة وقت طويل. هل صوتي واضح دكتور؟ واضح جدا دكتور أستاذ محمد. أنا بحاول أوصل لها أنه يوجد مؤشرات أو مختصرات إحصائية إندكسز بنسميها أو ريموت تيلي كونكتيفيتي إندكسز بتساعدنا إحنا ستاتيستيكلي إحصائيا وأوبريشنالي أن نتوقع موسم أهيد أوف ذا تايم قبل موعده بشهر لشهرين لثلاث أشهر، وغالبا
بوافق ارض الواقع من تجربتي انا كشخص. لكن ايش هم الكلايمتيك تيليكونكتيفيتي اوسيليشن اندكسز اللي انا بحاول انا اقدمه؟ الصوره اللي انا الظاهره قدامكم بالنسبه لي انا از ستاتستيشن طبعا هي اهم حاجه بالبرزنتيشن تبعي، ولو نجحت اليوم اني اشرحها وابسطها للحضور الكريم بالنسبه لي بعتبره سكسس، بعتبره نجاح كبير. المراكز اللي شايفينها احنا النقاط هذول الخطوط بنسميهم دايبولز او مؤشرات اتصال مناخي عن بعد. ولأبسط فكرتهم اكثر مجازا نقدر نفترض انه في كائن حي موجود هون شبه حي مجازا مع انه ما فيش كائن حي موجود، وموجود كائن حي مقابل بالمنطقه المضاده لها من الجهه الثانيه. المؤشرات الاتصال المناخي اللي ظاهره هذا اسمه نورثن سي بحر الشمال، معامل تذبذب بحر الشمال بحر قزوين، في معامل تذبذب القبة القطبية، معامل تذبذب شمال الأطلسي بقيس فرق الضغط الجوي ما بين منطقة الأزور منطقة جرينلاند، في مؤشرات إحصائية تتعلق بالشرق الأوسط، وهذول كلهم مجتمعين مثل الويمو اللي هو Western Mediterranean Oscillation بحسب فرق الضغط الجوي ما بين جنوب إسبانيا ومدينة بادوا شمال إيطاليا، معامل تذبذب الميديترانيان اوسيليشن بحسب فرق الضغط الجوي ما بين جبل طارق ومطار اللد في فلسطين المحتلة، أو بديل له ما بين شاطئ الجزائر مدينة الجزائر وعاصمة مصر القاهرة. هذول هم الديتيرمنت نمبر 1 اللي بيحددوا طبيعة الموسم، اللي بيحددوا حجم الكونفكشن، عدد المنخفضات، شكل المنخفضات، توزيعها المساحي، توزيعها المكاني جيوغرافيكلي للمنطقة كاملة من الأزور للخليج. ويتم تجاهلهم غالبا في معظم النشرات اللي بنشوفها في السوشيال ميديا أو من المصادر الخبرات الموجودة في المنطقة. لكن هذول المعاملات هم بما اني انا وصفتهم على انهم كائنات شبه حيه، هم بنسقوا مع بعض نقدر نفهم منه انه المنطقه هاي تستشعر المنطقه هاي في نوع من التنسيق الرقمي والفيزيائي والاتموسفيري ما بينهم، بحيث انه يعملوا كوردينيشن زي مراقب السير للمنخفضات والمرتفعات اللي بتتسجل فوق المنطقه. وهاي المرتفعات والمنخفضات هي الديتيرمنت للدراوت، هي الديتيرمنت للبريسيبيتيشن، هي الديتيرمنت بعد مشيئه الله طبعا، هي الديتيرمنت للحجم الغطاء النباتي اللي بده يتسجل في الموسم الحالي او اللي بعده. راح اعطي مثال على طريقه تفسير النورثن سي لانه مهم بالنسبه لنا بالمنطقه العربيه، اسمه النورثن سي كاسبيان اوسيليشن. وافسر مؤشر تذبذب ثاني على سبيل المثال، عندي التذبذب بحر الشمال قزوين لما يكون في مرتفع عندنا هون في منطقه بحر الشمال شمال المملكه المتحده يقابله منخفض بمنطقه بحر قزوين، تنشا دوامه بتدور عكس عقارب الساعه بتسحب موجات الحر، تسحب الحر تبع الجزيرة العربية ومن وسط أفريقيا تجيبه على منطقتنا على الأردن، والأغلب الأحيان تتمدد الحرارة أو موجات الحر لداخل أوروبا. في مرحلته الإيجابية بكون في مرتفع، طبعا هذا بتباين يوميا بتباين شهريا، ممكن يحصل على مستوى سيزون كامل انه يظل بيرسيستنت يظل ثابت. لما يكون في مرتفع على المملكة المتحدة بيقابله منخفض شمال قزوين، تنشأ دوامة هواء باردة بتجيب المنخفضات القبرصية اللي احنا بنشوفها بالشتاء ونستناها دائما، وبتتحرك برضه كتل باردة نحو شمال افريقيا وبصاحبها غالبا هطولات مطرية. هذه في المرحلة السلبية ومرحلة الإيجابية، لكن مش هذا المؤشر أو معامل التذبذب الوحيد اللي بتحكم في مناخ المنطقة وشكل موسمها. في عدة مؤشرات زي ما ذكرتم أنا سابقا، وهم مجتمعين مع بعض بحسوا في بعض، بنسقوا مع بعض، بحاولوا إنه يعطوا أدوار لبعض في ارتباط بعضهم correlationally من ناحية إيجابية، إذا زاد واحد بنقص ثاني، وإذا زاد واحد نقص واحد بزيد الثاني معه، وفي عملية منسقة statistical بيناتهم عجيبة لا يمكن إنه إحنا نفهمها إلا إذا حللناهم مجتمعين مع بعض.
هذا مثال ثاني، راح أعطي مثال ثاني على طريق التفسير حيث أن أشار خبرتي أنا في الموضوع. مرتفع شمال المملكة المتحدة يرافق منخفض شمال بحر قزوين اللي هو تذبذب الشمال بحر الشمال. اللون الأصفر في الصورة هون عندي زيادة في الضغط الجوي، واللون الأزرق بيعكس انخفاض الضغط الجوي أو انخفاض الحرارة. شو برافقه؟ اندفاع للكتل الباردة على منطقة الشرق الأوسط، وإذا كنا في موسم شتاء زي الصورة الحالية هاي برافقها غالبا منخفضات تتشكل شرق قبرص، بتكون فترة خصب. مثال ثالث عليها ما بدي اشرحه لانه سيلف اكسبليننج، مرتفع منخفض في شمال قزوين، هي المنطقه العربيه، لاحظ تدفق الهواء البارد على منطقه حوض البحر المتوسط. هذا شو بفيدني؟ هذا شو بفيدنا احنا كاحصائيا؟ في مثال تذبذب ثاني، طبعا اذا بنتحرك جنوبا منطقه الصحراء لها علاقه في مناخ الشرق الاوسط، غالبا ما الناس يعني ما بتنتبه لها كتفاصيل. في تذبذب ثاني ثالث طبعا ومهم لمنطقتنا لبلاد الشام لمصر برضو شمال افريقيا، اللي هو تذبذب وسط افريقيا بحر قزوين. لما يكون في منخفض في وسط افريقيا ومرتفع شمال قزوين، تتدفق رطوبه عاليه من المحيط الهندي على جنوب الجزيره العربيه على البحر الاحمر، تتشكل حالات مطريه غالبا برافقها سيول في السودان، زي ما بنشوف بالضبط حاليا في اليمن والسودان، في حالات غرق، في حالات انهيار السدود، في حالات انجراف للتربة هائل. ولما يكون المنطق تبعه معكوس أو حالته الجوية معكوسة، منخفض في سايكلون في منطقة قزوين وأنتي سايكلون في وسط أفريقيا، تتشكل المنخفضات القبرصية التبكال اللي احنا بنعرفها بالمنطقة برافقة ثلوج، برافقة بالسكتاش على منطقة بلاد الشام شمال مصر. هذا كله بالنسبة لي أنا فيه طبعا في معامل تذبذب ثالث اللي هو هندو كوش في مناطق باستشعار ما بين بحر قزوين ومناطق هندو كوش في منطقة شمال باكستان. لما يكون بصيغته الإيجابية زي ما بنشوف برافقه تدفق للهواء البارد من سيبيريا بمر عبر الجزيرة العربية وبأثر بمنطقتنا وبساعد بتشكل موجات الغبار، بساعد بتشكل موجات الصقيع في الشتاء. هذول كلهم مجتمعين لما يتوفروا معي انا كستاتستيشن او كفوركاستر، ممكن من خلالهم ان نوصل لمجموعه سنوات، هذا القصد منه مجموعه سنوات مشابهه للموسم الحالي موسمنا الجاري بنسقه المناخي. ولما نوصل احصائيا لسلسله من السنوات، مجموعه من السنوات، نقدر نعيد بناء نمطها المناخي بحيث انه يساعدنا نتوقع لشكل الموسم القادم. طبعا انا قبل ما افوت في الجزء الاحصائي من الموضوع، من الضروري اني انا اشرح شو اللي طرا على منطقتنا مناخ. من عام 1979 منطقتنا العربيه اختلف طول المواسم فيها. يعني بلش الخريف من عام 1979 لوقت الحاضر يكسر، يصير ممانع انه يغادر بسهوله، قصر فصل الشتاء والربيع، صار الربيع والشتاء يجي الاقصار، الربيع بريف يعني ما نشوف غطاء نباتي الا شهر 4 أو 5 بلشت تيجي موجات حر تنهي الغطاء النباتي، والغطاء النباتي مرتبط لوجستيكلي بنشاط النحل. قلت عدد ايام من عام 1979 قلت عدد ايام المطيره فعليا في موسم الشتاء، وهذا ويل دوكيومنتد ويل جراوندد في الفيزيكال ساينس ادبيات البحث المناخي. قلت شكل عدد المنخفضات وزاد عدد، اللهم صل على سيدنا محمد، زاد عدد حالات عدم الاستقرار. يعني صار تدخل عندنا المربعانيه اخر 40 عام، تدخل المربعانيه واغلب الحالات اللي تجينا عدد الايام المطيره فيها يوم يوم ونص، لكن قبل 1979 كانت عدد الايام المطيره ضمن الحاله المطريه الواحده تفوق الاربع ايام. فهذا بحث من الابحاث المنشوره باكد المخرجات اللي ناقشتها اللي قدمتها. محاوله مني انا كستاتستيشن لفهم مناخ المنطقه، اعدت بناء نمط الامطار خلال اخر 100 سنه من خلال قاعده ايرا 5 في مؤسسه نواه.
بنلاحظ من الفترة الأولى اللي هي كانت ما بين 1900 1940 كانت منطقة المغرب تعاني من الجفاف، كانت منطقة شمال أفريقيا، منطقة الجزائر، تونس تعاني من فترة أصفر عند مر عليها هذا اللون الأصفر هون بيشير لكميات الأمطار زيادتها تعني أمطار أكثر. منطقة الأناضول كانت تعاني من فترة جفاف، ومنطقة العربية في بلاد الشام ومصر كانت تعاني من برضو من فترة تقطع في الأمطار خصوصا في منطقة شمال سيناء. في الفترة الذهبية ما بين 41 طبعا احنا ما عايشناهاش، كيف احنا بنوصل لها الفهم؟ من خلال الأرقام، من خلال النظر في الأرشيف. الفترة الثانية كانت وهي الفترة الذهبية اللي مرت على منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهي اللي بنسمع منها احنا من أجدادنا مرويات إنه كانت تيجي المنخفضات فيها تقريبا طول 7 أيام 8 أيام، يرافقها ثلجات، يرافقها كميات هطول مطرية فائقة، لكن الحال ما استمرش للأسف بعد عام 1941. من فترة 1979 لل 99 بلش الجفاف يدخل على منطقة شمال أفريقيا، لكن ظلت منطقتنا بمنطقة المشرق العربي طبعا وشمال ليبيا وشمال تونس ظلت تتلقى كميات مطرية هائلة وكميات مطرية كونسيستنت وكافية لدعم الحياة بشكل عام ودعم الغطاء النباتي بشكل عام. لكن للأسف طبعا هذا هي مشيئة الله، من 99 لوقتنا الحاضر الصورة تشرح نفسها، احنا في فترة جفاف وزاد الاحترار في المنطقة. طبعا الصيف صار يجي أحر من المعتاد، زاد تقلب الطقس، الفوليتيليتي في الطقس، شدة الطقس، طبعا زادت حالات الفيضان والسيول، صارت مور انتنس ذان بيفور مقارنة بالفترات السابقة. هذا عن اللهم صل على سيدنا محمد اللي حصل خلال آخر 100 سنة. من تجربتي أنا استخدمت طريقة اسمها Analogous Statistical Method من خلال تجميع قواعد بيانات لمعاملات التذبذب اللي ذكرتهم في بداية البرزنتيشن، من ضمنها السنة المانث مشان أغطي الجانب السباشل والتمبورال، الميديتراني أوسيليشن، length of the day هي تباين طول اليوم ومصدره أنا كشخص اضطريت أطلبه من جامعة برلين، مش موجود في أي مكان إلا في جامعة برلين، وهذا بالمناسبة كمؤشر وارد في القرآن اللي هو وارد في عدة مواضع بالمناسبة اللي هي اختلاف الليل والنهار، وما في موضع في القرآن بالمناسبة ذكر فيه تباين طول اليوم أو اختلاف الليل والنهار إلا رافقه وصف لتشكل المطر، تشكل الغيم، ورافقه الغيث والإغاثة. فاستخدمته كمؤشر along Mediterranean Isolation، حالة المينا، Southern Isolation، المعامل تذبذب البحر الشمالي اللي ذكرته لأنه بخصنا ريجنالي في المنطقة احنا ما بجوز نتجاهل. أغلب الصفحات الطقس أنا من تجربتي صراحة أو الشركات الموجودة في النار تعتبر فقط تذبذب القبة القطبية وتذبذب التذبذب الأطلسي بتسبح بيهم ليل نهار، مع إنه في عوامل ثانية تتداخل مع الموضوع اللي هي البيريديوسيتي اللي هي فترة تكرار المواسم اللي هي تجدد المواسم تكرار نفس الأنماط عبر السنوات. فكيف أنا بدي أتغلب عليها؟ اضطريت خلال الخمس سنوات الماضية أبني قاعدة بيانات زي ما أنتم شايفينها بقيامها الستاندردايزد، القيمها الرقمية من مصادر مختلفة، ألملمها تلملم زي ما بقولوها، وأحطها في مكان واحد وأعرضها لطرق الإحصاء مثل التحليل العاملي Principal Component Analysis باختصار دون ما أفوت في التكنيكال ديتيلز تبعتها، الكلاستر أناليسيس والشبكات العنقودية الارتفيشال نيورال نتورك بالضبط بناء على مخرجات بحثية سابقة ناقشت ووضحت كيف طبيعتها. مثلا لما يزيد واحد متى بيزيد الثاني معه، لما ينقص واحد منهم إذا علاقته عكسية متى بقل، بحيث أني أوصل من خلال التحليل الإحصائي فقط لقائمة سنوات هي مشابهة للموسم الحالي أو مقاربة بنسميها أنالوج أو مماثلة أو شبيهة يعني فعليا بمعنى أبسط. لو بصت طبعا أنا البرزنتيشن تبعي قارب على الانتهاء وأنا بعدها بحاول إني أسرع في الموضوع، يعني كل الطرق الإحصائية من الداتابيز اللي أنا جابها من التحليل العنقودي والارتفيشال نيورال نتوركس بحاول أوصل لقائمة سنوات تشابه شهر أكتوبر بالسنة الحالية مع
من خلال الريجريشن، من خلال الكلاستر اناليسيس، من خلال الذكاء الصناعي، بوجد سنوات بعيد نمطها. وهي مثال، مثال على نشرة راح اكمل الخط، ما بدري اذا صوتي ما زال مسموع يا جماعه. صوت مسموع دكتور محمد سيد محمد واغد، وشاكر لك اذا يعني هيك ما استطعت الى ذلك سبيل. انا نعم قرأت على الانتهاء حبيب الله. من خلال التحليل الاحصائي اوجد السنوات، ومن خلال مخترع نوّل فيزيائي بعيد نمطها. على سبيل المثال في عندي بشهر اكتوبر القادم، هذا واحد من المخرجات، في احتماليه انه يكون في سيول شرق المملكه، شمال غرب ايران، في منطقه الاسكندريه. هذه كمية الأمطار برضو المتوقعة لشهر نوفمبر، هذا لأكتوبر، منطقة الإسكندران ممكن يحدث فيها. هذه واحد من المخرجات اللي أنا بتوقع بناء على إعادة بناء النمط. وهاي واحد مثال ثاني بشهر ديسمبر، وهذه نقدر نعتبرها نشرة من الآن بالمناسبة. هذا الكيف هو مؤشر لحالات الصواعق أو العواصف الرعدية. شهر ديسمبر تقريبا نحو منتصفه متوقع ان تيجي عواصف رعديه، وهذا نمط الامطار المتوقع، كميه امطار متوقعه كبيره في شهر ديسمبر القادم. طبعا هذه نقدر نعتبرها احنا نشر وتوفيقها وثباتها باذن الله تعالى على رب العباد. هذا فقط فيما يخص الطريقه التماثليه. وشو اهميه الموضوع؟ احنا بنقدر من خلال بناء نشره مسبقه نقدر نعتبرها انها اقل نشره، اقل طريقه دقه، لكنها الاكثر تعلما، بحيث انها تفيدنا في معلومات للنحالين، للمزارعين، وللديسجن ميكينج، وللبوليسي ميكينج، تفيد بمعرفه شكل الموسم، حجم الغطاء النباتي اللي راح يجي والزهري راح يجي. اذا راح تحصل عندي كنحال موجات صقيع متاخره في الربيع بتعيق النحل، بتعيق الزهر، بتاثر في نموه، كثر بتاثر في كميه الرحيق. هذه النشرات مختصر مفيد، مفيدة لصنع القرار المبكر أو على الأقل الاستعداد. مرة ثانية كلها كنشرات بعض سواء قريبة أو بعيدة هي الأقل دقة، وهذه مهمة جدا، هي الأقل دقة بوقت صدورها، لكنها نقدر نتعامل معها زي متهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن على الأقل هي الأكثر تعلم لأنها مبنية حسابيا. وما عندي مانع اني انا اشارك المعلومات الثانيه او اجاوب على الاستفسار وانتهت البرزنتيشن سبب. واتمنى اكون وضحت الفكره تبعي من البرزنتيشن.